ما زالت الحرب مستمرة على فلسطين وقطاع غزة، وبظل الانتهاكات الفاضحة يلي عم يمارسها الكيان الصهيوني بحق المدنيين، بحق الأطفال، الكوادر الطبية، الصحفيين، للأسف ما عم يميز بين البشر والحجر. بالرغم من وجود القانون الدولي إلا أنه تساؤلات كثيرة، وين القانون الدولي الإنساني حول هذا الموضوع؟ وين الضمير الإنساني؟ يعني استفسارات كثيرة يا رشا. واليوم في تعتيم وصمت قانوني، قانون ولكن اليوم وقت اللي عم نشوف هاي الانتهاكات الموجودة بفلسطين، وعم نشوف اليوم نص للقانون الدولي الإنساني اللي بيلزم هذا القانون بحماية المدنيين الموجودين بغزة، حماية الأطفال وحماية كل شخص اليوم هو بعيدا عن ساحة النزاع وهو ما نو حامل سلاح. اليوم عم نشوف المدنيين عم تستشهد، اليوم عم نشوفهم جرحى، عم نشوفهم مشردين بالشوارع، اليوم القطاعات الطبية خارج الخدمة بغزة، اليوم المدارس خارج الخدمة بغزة. اليوم السؤال البديهي، وين القانون الدولي الإنساني؟ هل مفروض يكون يطبق فقط للمصالح الغربية؟ ليش ما عم نشوف اليوم عم يطبق بالانتهاكات اللي عم تصير بفلسطين؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، القانون الدولي الإنساني النص، واليوم من وجهة القانون شو عم بصير بفلسطين. خلينا نشوف اليوم ضيفنا شو حيخبرنا أكثر. وضيفنا لليوم هو الأستاذ المحامي محمد المهدي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كيف أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا أستاذ محمد بداية نتعرف نحن والمشاهدين على القانون الدولي الإنساني، أبعاده ومتى يستخدم؟ بالبداية بدنا نترحم على أرواح الشهداء من المدنيين والأطفال اللي عم نشوفهم نحن اليوم بحرب غزة. نحن اليوم أمام إحصائيات جدا مرتفعة من الشهداء، وصل يعني هلأ نحن عدد 40,000 شهيد، منهم 5,000 من الأطفال. نعم. على مدى 40 يوم نحن مرينا فيهم، بس هلا نحن من بداية العدوان على غزة بمساحة قطاع غزة، هي مساحة صغيرة تعتبر جغرافيا، هي مساحة غزة هي تعتبر 360 كيلومتر فقط. القانون الدولي الإنساني، نحن إذا بدنا نعرف القانون الدولي بدنا نعرفه نحن من بداياته، هو كان بداية قبل ما يصير في له تعريف تعتمده منظمة الصليب الأحمر، كان هو عبارة عن اتفاقيات وأعراف بتطبق هي الاتفاقيات والأعراف على كل طبيعة نزاع بنزاعة. ما كان في قواعد مقننة للقانون الدولي، القانون الدولي الإنساني مع مرور الوقت ومع الاتفاقيات جنيف من بدايات 1846 لتاريخه، على عدة اتفاقيات اعتمد تبنى الصليب الأحمر تعريف للقانون الدولي الإنساني. تعرف القانون الدولي الإنساني بأنه هو القانون اللي بده يحمي من الأطفال والمدنيين من ويلات النزاعات. هذا الكلام بيشمل العديد من الأشخاص اللي بده يشمله، يعني هو بده يشمل الأطفال، بده يشمل النساء، بده يشمل حتى الجرحى اللي كانوا عم يشاركوا بالحرب لكن هو هلأ بوضع صحي ما عاد هو مشارك بالحرب. صحيح. إنسانية. حمى النازحين وحمى اللاجئين ببلد اللجوء أو ببلد النزوح اللي هن كانوا فيه. نحن في عنا فرق بين الناجح وبين النازح وبين اللاجئ. النازح هو اللي ما غادر بلده لكن انتقل هو من مكان لمنطقة، أما اللاجئ هو اللي راح على بلد تاني للأمان. تعريف القانون الدولي الإنساني مثل ما حكينا نحن هو بده يحمي الأطفال، بده يحمي النساء، بده يحمي المدنيين. عم نشاهد نحن اليوم ما في تطبيق لمدى التعريف بفعالية، نتيجة نحن ضرب المشافي، ضرب المراكز الإيواء، عم تكون مدارس أو عم تكون أي شيء عم يروح المدنيين هروبا من الحرب تماماً اللي هن فيها. مدني طاقة، لازم نحن عنا إنه يتطبق القانون الدولي الإنساني على النطاق الأوسع من حيث نحن دعم الدول المشاركة بالقانون الدولي الإنساني. يعني نحن اليوم عندنا معظم الدول هي موقع اتفاقيات. صحيح. الدول الوقت اللي بتنضم للقانون الدولي الإنساني هي بتنضم عن طريق توقيع الاتفاقيات أو المعاهدات بين الدول والأخرى. وقت اللي بدنا نكون نحن أمام مشكلة بالقانون الدولي الإنساني، المفروض نحن تفعيل ما يسمى الولاية القضائية العالمية. الولاية القضائية العالمية بأنه نحن وقت اللي بصير في عنا انتهاك للقانون الدولي الإنساني لازم نحن الدول كلها تخرج عن الولاية القضائية المحلية. بشكل عام نحن الولاية القضائية المحلية نحن منطبق مثلا كدولة سورية. شو يعني الولاية؟ خلينا بس أستاذ محمد
أكثر نشرح يعني مشان كل حدا عم يشوفنا يكون المعلومة مبسطة بالنسبة لنا. الولاية القضائية نحن مثلا لدولة معينة إنه نحن منطبق القانون نحن السوري على الأشخاص السوريين بحال ارتكابهم جرم أو على الأشخاص حتى غير السوريين بحال تم ارتكاب شيء من الجرائم على الأراضي السورية. أما بالقانون نحن القانون الدولي الإنساني نحن المفروض نكون بتفعيل عملي مركزي أمام ولاية قانونية ولاية قضائية عالمية. إنه نحن الدول المشاركة بهالاتفاقيات وبالقانون الدولي المفروض هي تلاحق مرتكبين هي الجرائم أو الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أينما وجد لو ما هي كانت طرف بهاي الحرب أو الاعتداءات. نحن عم نفتقد هلأ التفعيل المركزي لهي الولاية. يعني وهي أحد الأسباب اللي نحن عم نشوف الاستمرار بالانتهاكات وبالاعتداءات اللي عم تصير. تمام أستاذ محمد، خلينا نحكي عن عواقب الانتهاكات لهي القوانين وكيف عم تكون الانتهاكات اللي عم تصير. نحن وقت اللي اليوم عم نشوف هي الانتهاكات، طبعا الانتهاك القانون الدولي الإنساني هو بيتعرض لعدة نقاط. نحن اليوم خصوصا بحرب غزة بالاعتداءات اللي عم تكون على غزة، نحن عم نوصل لمستوى جرائم الحرب وقت اللي عم يتم الاعتداء على المدنيين بأماكن التواجد تبعهم أو بأماكن الهروب تبعهم أو حتى الاعتداء بحيث أنه ما عم يوصل امدادات صحية أو شيء لحتى التعافي تبعهم. نحن عم نكون أمام جريمة حرب. جرائم الحرب هي المفروض اللي تكون هي اللي عم تتطبق، تنظر فيها المحكمة الدولية الجنائية العالمية نتيجة هاي الشغلات اللي عم تصير. نحن اليوم أمام جريمة حرب بالشيء اللي عم يصير بقطاع غزة، الاعتداء على المدنيين، الاعتداء على مراكز العبادة، الاعتداء على المدارس اللي عم يكون هي مركز إيواء لهدول الأشخاص المهجرين. طيب اليوم أيضا في حصار على غزة، اليوم المواد الأولية إن كان طبيا ما أنا موجودة، غذائيا ما أنا موجودة، اليوم عم نشوف اجتماعات دولية لدول كثيرة لمناقشة إدخال مساعدات إلى غزة. طيب اليوم هل إدخال المساعدات بحاجة لاجتماعات، بحاجة لتصويت، بحاجة لأقلام؟ اليوم نحن أمام مشهد يعني خلينا نقول حالة طوارئ موجود. يعني اليوم القانون الدولي هل هو كمان نص انه بفرض الحصار على غزة ما يكون في ادخال مساعدات وبحاجة لتصويت وبحاجة لاجتماعات؟ ابدا. هلا بالنسبة للقانون الدولي الانساني نحن امام مواد مقننة واتفاقيات ومعاهدات دولية بين تقريبا 196 من دول العالم، يعني غالبية دول العالم متفقة على موضوع القانون الدولي الانساني. نحن عم نفقد الفعالية المركزية لهالقانون. طب ليه استاذ؟ يعني نحن عم نشوفه يطبق. الفعالية المركزية لهالقانون نحن عم نفقدها نتيجة عدة اسباب. هلا بيرجع اسبابها يعني حسب طبيعة النزاع اللي نحن متواجدين فيه، طبيعة المكان اللي نحن متواجدين فيه. كل هذا الشيء المفروض يتعالج بانه نحن يتم عمل نظام تعاون دولي بحيث يتطبق هذا الشيء بشكل فوري ومباشر فعال على الأرض بشكل فعال. نحن ما لنا بحاجة اليوم لاجتماعات لحتى تنصلنا قوانين ولا تعطينا اتفاقيات. الاتفاقيات مقننة وجرائم الحرب معروفة ومحصورة ومعددة. يعني نحن اليوم بحاجة لحتى بس نحن نطبق هذا الشيء بشكل فعال بشكل مركزي نحن بين الدول. ما لنا بحاجة نحن لأكثر من هيك اجتماعات لحتى نكون أمام حل هالمشاكل. تمام أستاذ محمد، يعني برأيك اليوم نتيجة هذا التعتيم والصمت القانوني ما عم يظهر القانون الدولي بمظهر ضعيف تجاه الشيء اللي عم بيصير بالقضية الفلسطينية؟ أكيد. هلأ نحن اليوم أي شيء بيتم فيه بس الحديث بدون ما نحن نشوف نتائج ملموسة على تماماً. الأرض أو نحن عم نشوف نتائج بشكل كتير مبسط، يعني ما يعني النتائج اللي نحن عم نشوفها على الأرض هي ما عم تكون موازية لحجم الكارثة اللي نحن عم نعيشها. فنحن بهي الحالة أكيد نحن عم نكون قدام مظهر ضعف ومظهر خلل بالقانون الدولي الإنساني بطبيعة تفعيله وآلية العمل فيه. يعني نحن اليوم بحاجة لآلية عمل أكبر من حجم المشكلة اللي نحن عم نعيشها. طيب أستاذ محمد، خلينا نروح لجنيف واتفاقية 33، خبرنا عنها أكثر.
اتفاقية 33 نحن نصت على انه الاشخاص المدنيين والاطفال والاسرى وحتى الاشخاص المصابين اللي كانوا مشاركين بالحرب وهلا ما عاد عندهم القدرة على انه يشاركوا، هدول الاشخاص محميين بالقانون الدولي الانساني من حيث التعامل، من حيث جميع تهيئ الظروف لهم. قانون جنيف نص على عدم معاملة الأسرى معاملة سيئة، نص على عدم التعرض للمدنيين، نص على عدم التعرض للنساء. أي شخص لو قادر على حمل السلاح بس هو غير مشارك بالحرب ما يتم التعرض له. اليوم نحن هي الاتفاقية كمان الـ 33 تحديدا نحن ما عم نكون قدام تطبيق إلها بحرفيتها الفعلية. قديه نسبة تطبيقها اليوم على الأرض أستاذ محمد؟ والله ما يعني هذا السؤال كثير صعب، يعني الاخبار والشيء اللي نحن عم نشوفه يعني اليوم نحن كمشاهدين وكرأي عام، اليوم الانتهاكات اللي عم بتصير بغزه يعني قانونيا ودوليا يعني المفروض يكون في تحرك اكبر، المفروض يعني يكون في تحرك نتيجه انه نحن امام انتهاكات عم توصل لمستوى يعني كيف بدي اقول لك، عم توصل لمستوى جرائم الحرب بأي جهة أنت عم تنظري لها ومن أي زاوية عم تنظري إلها. يعني من حيث أي اعتداء، أنا ذكرت لك بالبداية بالإحصائيات أنه نحن خلال 40 يوم فقط من بداية الأحداث لهلأ العدوان على غزة نحن أمام 40,000 من الشهداء. هدول الشهداء المدنيين، 5,000 منهم أطفال. بيناسبنا كمان بالجهه المقابله كمان بنلاقي نسبه انه في يفوق عدد الشهداء هن الجرحى هلا بحاله صحيه كمان، يعني ما عم يوصلهم ادنى وسائل العلاج لحتى يتعافوا. احصائيات كمتفجرات في طن يوميا على غزه فقط تحديدا بالمساحه الصغيره تبعها ال 360 كيلو. بس احنا اليوم عم نحكي عن قطاع، اليوم ما عم نحكي عن حي، ما عم نحكي عن قطاع غزه اليوم بيشمل لا يتجاوز 360 كيلو. اكيد يعني بالختام الاستاذ المحامي محمد المهدي شكرا كثير لكل المعلومات المهمه يلي قدمتها، واكيد كل الرحمه لارواح شهداء فلسطين والشفاء للجرحى. شكرا لك. شكرا استاذ محمد لحضورك، ونتمنى نكون نشوف قانون يطبق بالفعالية اللي نص عليها القانون الدولي الإنساني إن كان بفلسطين أو كان بأي منطقة أخرى. بالنهاية نحن اليوم عم نحكي عن أطفال، عم نحكي عن مدنيين خارج النزاع المسلح.